التأخر في البت في قضايا لها علاقة بأمن المواطن الاقتصادي بل وحياته، وخاصة هون في إطار السلع المهربة وسلوكيات رمضان، بخمسين دينار كفالي أبروح. هذا أمر حقيقة الناس ما عادت تقدر تستوعبه بالوقت اللي السلطة قادرة كل يوم تسن قانون. الرئيس نفسه وقع على أكثر من 70 قانون اقتصادي من 2007 حتى اليوم. إذن ما في شيء يحول دون تغيير هذا الواقع. القضية الثالثة أو المحور الثالث، طبعا هو راح نفتح الحوار أيضا مع خلي رزق، قضية حملة صدى لخفض الأسعار واللي بحاجة إلى انتباه أكثر من كل الجهات الرسمية. ونحكي هون أنا وياك بموضوعية، بصورة قانونية وموضوعية، ما الممكن وما هو غير الممكن. وهذا دائما عفوا احنا اللي بنناشد فيه الأخوة اصحاب القرار واللي برسموا سياسات في الحكومة، بنقول لهم لو تكرمتم اطلعوا علينا بصراحة، قل لي هذا اللي بقدر عليه وهذا اللي ما بقدر عليه عشان انا ارتاح وانت ترتاح. فالقضية بسيطة خلاص، بنسكر هالبرنامج بنروح بضلش فيش نحكي فيه. تمام سيدي. فالمقصود عفوا نحاول دائما الموضوعية والمهنية والقانون والأدب والاحترام والانضباط والممكن والحلول الخلاقة على قاعدة انه احنا كلنا في النهاية في مركب واحد. اليوم انت عفوا في النيابة بعد الساعة 3 انت مواطن بتنزل وتشتري وبتبتاع. اليوم خلي رزق رئيس غرفة التجارة بعد الساعة 3 برضه هو مستهلك، انا بنزل هلا من الاستوديو. بمعنى احنا كلنا إلنا عائلة، قد نكون جزء من المشكلة واحنا كلنا جزء من الحل. اتفضل اخي فائر. طبعا بداية بشكركم وبشكر طبعا المستمعين، فعلا هذا موضوع هام جدا. جريمة الاقتصادية أصبحت الآن بتمس المجتمع بأكمله، تختلف عن الجرائم الأخرى التي تباشر النيابة العامة اختصاصاتها من خلال التحقيق فيها. فأصبحت الجريمة الاقتصادية مهمة جدا في عملنا بالنيابة العامة وفي القضاء الفلسطيني، حتى نتمكن من كبح أو معالجة أو حل كثير من الإشكاليات للمواطن ونحن جزء منه. المواطن كما أكد سيادة الرئيس هو أغلى ما نملك. المواطن المجتمع تبعنا موجود فيه طبعا فئات كثيرة تتخذ صفة الأعمال التجارية، لها من المصالح الخاصة، لها أهداف ربحية. بعدم وجود قوانين نكون أمام حالة من التوتر للمواطن. المواطن يصبح يشعر بأن هناك خلل كبير، أن هناك خطر على حياته قد لا يستشعر هو بهذا الخطر. فيجب من تدخل عاجل وسريع من جهات مختصة. الآن أنا بدأ أبلش من هاي النقطة. نعم. إني أحكي إنه هناك في النيابة العامة وأصبح معلوم لجميع الوزارات أن هناك نيابة متخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية، لأن هاي الجريمة خطرة كما قلت. وهناك قضاء يعتنون بهذه القضايا وانظروها بشكل سريع، غير راضين عنه المواطنين، بل بالعكس بعض المؤسسات والدوائر الحكومية تطالب بالكثير حتى نحمي هذا المواطن. بدي أذكر القوانين، لدينا تشريعات كثيرة في الأوائل، يعني في قبل عدة سنوات، خلينا أقول من 4 سنوات، سيادة الرئيس أصدر الكثير من التشريعات الاقتصادية. أذكر منها حماية المستهلك، قانون الصحة العامة، هناك حظر المنتوجات المصدرة من قبل المستوطنين والمستوطنات، وهذا موضوع خطير جدا ومهم، بل هو أكثر الأمور تعقيدا في مكافحة هذه الجريمة، وهي إدخال المنتوجات أو البضائع الإسرائيلية إلى أسواقنا، لأن الاحتلال أو الجهات الإسرائيلية والمستوطنين اللي قاعدين الآن بيبنوا مستوطناتهم في أرضنا يدخلون هذه السلع للمواطن، أصبحت موجودة في البيوت في أي بيت من خلال التكثيف الجهود الوطنية لدينا جميعا، من خلال الجهات القانونية، من جهة الجهات السياسية، من خلال البلديات، الملتقات، يعني العمل أو النشاط الاجتماعي، أصبحنا نكافح هذه الجريمة الخطرة. بدي أذكر كمان بعض الأهداف لهذا القانون لأنه مهم جدا، وإن شاء الله أنه إحنا بنتحاور منركز ايضا على حظر المنتوجات اللي صار. يعني اذا بدك تسمح لي هون بجوز
هذا طبعا الموضوع تم خلال فترة حسن أبو لبدي لما كان وزير اقتصاد وطني. اليوم الأمور تطورت ويبدو بأنه الشعب تفوق على الحكومة إذا صح التعبير. الحكومة طالبت بوقف التجار والتعامل مع منتجات المستوطنات. اليوم الشعب بيقول أنا مش بس رد على العدوان، رد على الاحتلال، لأنه العدوان سينتهي حتما، لكن الاحتلال واضح أنه ما فيه له نهاية قريبة بالفترة هاي على الأقل. فتطورت الأمور لتصل إلى حد مقاطعة السلع الإسرائيلي نفسها، وهذا طبعا جزء من لقاء اليوم. تسمح لي أشرك الأستاذ خليل رزق معنا وأقول له أهلا وسهلا فيك مرة ثانية في برنامج أهلا فيك حبيبي، حياك الله يا سيدي. بنفس السياق، احنا بنعرف الهموم الاقتصادية كثير، وبنعرف الطلبات كثيرة، وبنعرف قاعدة إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، بس هذا لا يعني أنه المواطن سيتوقف على الطلب. حكومة لها دور، غرف تجارية لها دور، بلديات لها دور، القطاع الخاص له دور، الأمن والنيابة وخلافها أيضا لها دور، كلهم في دور القانون، كلهم في دور. إذا كل واحد فينا قام في دوره أعتقد بنمشي أسرع وأفضل وأكفأ، ومنحقق شيء على الأرض على الأقل، إشي نكون راضين ولو عن جزء منه إذا مش كله. كغرفة تجارية أستاذ خليل رزق، وبالإشارة لمطالبة زملائنا في حملة صدى لخفض الأسعار، قديش بتشوف هذا الأمر اللي صاروا سنوات بنطرق فيه نفس الباب من سنوات، سواء بنحكي عن تصويب بعض القوانين الضريبية، سواء تخفيض بعض الرسوم الجمركية عن بعض السلع الأساسية دون المس بالإيرادات؟ طبعا احنا بنعرف هذا الموضوع بالغ الحساسية للحكومة، المس بالإيرادات وعدم المس فيها، وبنحكي في المقابل انه في هناك سياسات أخرى بتقدر تتبعها الحكومة على صعيد التقشف واحد، وعلى صعيد خلق إيرادات جديدة موجودة لكن تهدر في كل يوم. وهذا الحكي نفس وزارة الاقتصاد نشرته، نفس وزارة المالية بتحكي عنه، أو بعض الأشخاص اللي خدموا في المالية بيقولوا عن ملايين أصلا تهدر نتيجة غياب سياسات مالية اقتصادية رادعة واضحة بتقدم خدمة، وبنفس الوقت ما بتضغط على المواطن، بمعنى ما بيكون دائما جلب مزيد من الإيرادات ورفض الخزينة بالإيرادات الهدف دائما تبعه يكون جيبة المواطن، بالوقت اللي عندنا ملايين تهدر عارفين من وين نجيبها لكن يبدو مش عم نتحرك كما يجب. كيف يرى خليل رزق، خاصة بعد آخر لقاء لنا في هذا السياق، هاي السياسات كلها بصورة عامة، وهل بالفعل ممكن ننجح بتطوير الوضع، نوصل لمرحلة الحكومة فيه تستجيب لبعض مطالب الناس وتقول أنا عندي سياسة مالية واضحة هكذا سيكون، هيك منقدر هيك ما منقدر؟ وإحنا بنحكي ونعيد هذا السؤال مرة ثانية، هذا اللي بقدر عليه كحكومة وهذا اللي بقدرش عليه. يا سيدي اللي بتقدرش عليه بتيجي الغرفة التجارية بتقول إحنا يا عمي بنقترح كذا، بيجي رجل القانون بقول أنا بقترح كذا، شركات القطاع الخاص بتقول كذا، بتنشال الأمور بالوقت اللي إحنا بنعاني فيه. سيدي واضح ما يسمى بين قوسين، سامحوني المواطنين على التعبير، الوان مان شو، بمعنى ما في فعلا شراكة باتخاذ القرار، وهذا جزء من المشكلة. إذا بتوافق الرأي على هذا السؤال خلي رزق لو تكرمت. مساء الخير إلى كل المستمعين، ولا يعني هالشعب الفلسطيني الغالي والحبيب، وخصوصا في غزة الصمود، غزة يعني التي نالها هذا العدوان الغاشم من قبل هذا الاحتلال البغيض. أنا باعتقادي لا نريد أن نمس يعني بالإيرادات، نحن دائما نطالب أن يكون هناك التخفيض والمس في المصاريف، يعني الجانب الآخر يجب أن يكون في هناك حالة تقشف، يعني ليس من المعقول أن تكون المصاريف كما هي الآن. أنا باعتقادي يجب على الحكومة النظر، وفي غياب لحالة التقشف واضح، يعني يجب أن يكون على الحكومة النظر وسريعا جدا في حالة يعني عدم التقشف الموجودة في المصاريف الحكومية، وأدعو كمان حتى بالمصاريف الخاصة للمواطنين. نحن في حالة حرب يا إخوان، نحن شعب محتل، بالتالي يجب أن يكون هناك القليل، يعني حالة الإيرادات أنا باعتقادي يجب أن ننميها جميعنا، يعني حتى يكون هناك يعني وزارة مالية، صندوق للإيرادات يغنينا إلى حد ما يعني عن التبرعات المشروطة التي في بعض الأحيان نضطر أن نقدم موقف سياسي بهذا الاتجاه. أنا باعتقادي يجب أن يكون في نظر بمصاريفنا، يجب أن يكون هناك حالة تقشف. أنا أشكر يعني شعبنا الذي دائما هو سباق باتجاه كثير من الأمور، الذي هو يفوق كل شيء باتجاه حملة المقاطعة الشعبية. هذه حملة
هذه جرافة باتجاه كل ما من له علاقة بمنتج إسرائيلي. يعني أنا بدي أنظر بعدة اتجاهات بهذا الموضوع، ليس فقط احنا نحن يعني نكسب بأنه أن نقلل شراء وتسويق وبيع منتجات الإسرائيليين فقط. يا إخوان نحن بحاجة لنظر لمشكلة البطالة، يجب أن نبني اقتصاد وطني مستقل. أنا باعتقادي بناء يعني الاقتصاد الوطني المستقل ينمو من خلال وجود صناعة وطنية متقدمة. يجب أن يكون لنا هذا الاقتصاد الذي نعتمد عليه مستقبلا في بناء كثير من الأمور التي لها علاقة بالسياسات الاقتصادية. تحدثت حضرتك حول الشراكة، ليست هناك شراكة، الكل يدعي أن هناك شراكة في هذا الوطن. أنا باعتقادي الشراكة ليست بالنسب المعقولة، يجب أن يكون هناك شراكة، يجب أن يكون هناك قوانين رادعة، يجب أن يكون كثير من الأمور. يا أخوان نحن بحاجة من أجل بناء هذا الوطن الجميل والحبيب لنا التي يعني ليس لنا غيره، هذا هو الوطن اللي بدنا نعيش فيه احنا وابنائنا. بالتالي بدنا نحافظ على وجودنا الان وبدنا نحافظ على مستقبل مشرق لابنائنا. نحن لسنا ضد ان يكون هناك عقوبة رادعة لاي تاجر، لاي مسوق لبضائع فاسدة، بضائع مستوطنات يخالف. نحن يعني دائما ندعو يعني وضع الأنظمة والقوانين والنيابة والقضاء وفخامة الرئيس بإقرار قوانين رادعة لمن يحاول اللعب يعني حياة أبنائنا وأطفالنا وجمهورنا الفلسطيني الذي يعني هو أغلى ما نملك. أنا باعتقادي أنه يعني الحملة الآن حول المقاطعة ليست هي فزعة، المرة ليست هي فزعة، هو في تخوفات انها تكون نزعة، لكن ان شاء الله انها مش فزعة. لانه هذه المرة على الرغم من غياب يعني من غياب مظلة واحدة اذا بتسمح لي خير الرزق، يعني حتى اللحظة الحكومة تلعب دور المشجع ولا تلعب دور القائد الريادي. هذا طبعا يعني بحسب جزء تعبير من نجاح حسب تعبير المراقبين، جزء من نجاح حسب تعبير هذا المراقب. انا باعتقادي المؤسسة الوحيدة التي تعمل بشكل جيد بهذا الاتجاه هي الشعب، وهذا سبب نجاحها. نحن ندعو الحكومة بأن تكون هي مؤسسة داعمة، مؤسسة مراقبة، تقدم ما تستطيع، وكما قلت الآن هي القبلة كما كانت في السابق، القبلة هي أوسلو واتفاقيات باريس. يا أخي من يريد أن تكون هذه القبلة هي قبلته فليكن، بس ولكن يجب أن يكون داعم لهذه المؤسسة الشعبية العامة باتجاه موضوع المقاطعة. الآن يجب أن نبرمج، يجب أن نعمل بشكل جدي لتطوير حملة المقاطعة، يعني حتى أن لا تكون فزعة كما تحدثت سابقا، ويعني أن تتطور ليس كما كان في السابق. أنا باعتقادي بال88 كان هناك حملات مقاطعة رائعة جدا، كانت الانتفاضة الأولى المباركة، وبعدها كان هناك حملات كثيرة. وأنا أعلم أن الكثير من الإخوة يعني الفلسطينيين في هذه البلد الحبيب كانوا دائما على مقاطعة لهذه البضائع بشكل كامل، بس ولكن الآن أصبحت الحملة شعبية. ابني في البيت، ابني الصغير في البيت مقاطع، زوجتي مقاطعة، أبناء الشباب مقاطعين، الكل الفلسطيني الآن يتحدث. هو الإجابة في الموضوع تسمح لي خليل رزق، قضية أنها أصبحت تأخذ إطار الثقافة أكثر منها إطار ردة الفعل، لأن الخوف والحذر أنها تكون فزعة ردة فعل هيك يعني فزعة. شهر شهرين العدوان. وتنتهي نتيجة العدوان. لا لا يجب أن نبني ثقافة، حتى لو العدوان انتهى الاحتلال موجود، يجب أن نبني ثقافة ما تكون علاقتنا بالاحتلال بس العدوان، مقاطعة بضائع ليس العدوان، بضائع الاحتلال. يعني في ناس بيقول لك لا، هي يجب أن نقاطع بضائع الاحتلال وليس بضائع العدوان، منتجات الاحتلال وليس منتجات العدوان. بالتالي يجب أن الآن أن ننتقل من الآلية اللي عملنا فيها بالسابق إلى آلية أخرى. ما هي النتائج؟ ما هي الأهداف من هذه الحملة؟ كيف بدنا نشتغل مستقبلا؟ نحن توجهنا كغرفة تجارة رام الله إلى كثير من المصانع التي تعمل على صناعة بضائع فلسطينية، وطلبنا منهم العديد من المطالب. أولا الجودة، ثانيا توفر السلعة، ثالثا الأسعار. نحن
يعني من هذا المنبر الطيب منبر الحرية أتوجه إلى المصنعين والتجار والمستوردين بأن يوفروا كافة السلع باتجاه إنجاح هذه الحملة الشعبية العارمة لمقاطعة بضائع الاحتلال، وأن تكون كافة المستلزمات متوفرة لدى الجمهور الفلسطيني لتناولها من كافة المحلات. هذا أولا. وثانيا يعني يجب أن نركز على قضايا الأسعار، الربح القليل، نحن شعب محتل، يجب أن نتعاون، يجب أن نتكافل، وهذه فرصة بداية بتصور، هاي فرصة بهذا الاتجاه لإنجاح المنتج الوطني الفلسطيني لعمل إحلال سريع وسلس أمام المنتج الاحتلالي الذي يحاول الآن إنزال الأسعار، ضرب الأسواق، ضرب المنتج الوطني الفلسطيني. أتمنى على الشعب الفلسطيني أن يبقى كما هو دائما. طيب أشكرك على هذه المداخلة. قبل ما نطلع بفاصل سائر خليل، إذا بدنا نرجع بدقائق للمحور الأول اللي هو البيئة القانونية، أنا كنت بدي أعطيك وقت استرسل أكثر قبل ما نودع الأستاذ خليل رزق. شو في عنا بيئة قانونية بتخدم توجه هذا التوجه الناس بغض النظر عن بروتوكول باريس واتفاقية أوسلو؟ الإجابات هاي التقليدية، خلينا نحكي بصراحة شوي، الإجابات التقليدية هاي صراحة ما عاد لها قيمة الآن، خاصة بعد 20 سنة من 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 تراكم القضايا الاقتصادية ومن غياب القرارات الاقتصادية اللي لها تأثير فعال على خلق حالة من التغيير. هل في عندنا هناك بيئة بالفعل بتخدم توجهات هذول الناس، ولا بدنا نقول لا والله بدنا قوانين جديدة ولازم نستنى التشريع اللي يجي وندخل في إطار إجراءات تقليدية بالوقت اللي البلد في حالة طوارئ؟ البلد كما قال احنا في حاله حرب يا جماعه الخير، حرب يعني 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 هل في هناك شيء مقدم على الدماء اللي بتسيل على الارض؟ هل في هناك شيء مقدم على حريه الناس وقتلهم ودمارهم الى اخره في غزه وغيرها؟ فمش المفترض هذا يتبعوا اجراءات سريعه، قرارات صاروخيه يا اخي اذا صح التعبير، يا اخي خليها تطلع بسرعه هيك القرارات، بدناش هالبيروقراطيه في اتخاذ بعض القرارات. كيف ترى هاي البيئه تحديدا؟ على ضوء ما قلت يعني انا اثني على ما قاله الاستاذ سابقا، والكل متفق مع هاي الرؤيه، ولازم هاي الكل يناشدها ويطلبها ويطبقها ويعمل على المحاذير بالتزام كامل. لدينا بيئه قانونيه يمكن من خلالها مسانده هذه الحمله الوطنيه للشعب الفلسطيني بحجب أو منع أو مقاطعة بأي مصطلحات لأي منتج قادم إلينا من الاحتلال، من المناطق التي تسيطر عليها الإسرائيل. ممكن. لدينا قوانين الآن، الحياة تتطور، القوانين أيضا يجب أن تتزامن مع هذا التطور. لدينا قوانين ونسعى إنه نطور أكثر من خلال القنوات التشريعية، مكتب الرئيس والمجلس التشريعي بطرق قانونية. أما الآن أنا يعني بريح المستمع، بريح اللي قائمين على هاي الحملات، لدينا بيئة قانونية يمكن من خلالها مساندتهم وتطبيق بعض النصوص القانونية لمنع أي مزاود أو أي من يخترق هذه المسألة الحساسة في هذا الوقت الحرج جدا. وأشير إلى بعض النصوص، قانون حماية المستهلك ذكر في نصوصه الكثير من المواد اللي تحارب هذه المواضيع وتكافح هذه الجريمة الاقتصادية. لدينا أيضا نصوص يمكن من خلالها منع المنتج الإسرائيلي من الدخول إلى الأراضي لدينا وإلى دولة فلسطين. كما قلت أيضا، وهي مسألة مهمة جدا يجب أن ندركها جميعا، وهي حينما وضعت القوانين لمحاربة ومكافحة المنتج الإسرائيلي، ناش نقول مستوطنات، الإسرائيلي كما أشار زميلي أنا أتفق معه، يجب أن يتطور القانون ليس للمستوطنات فقط وإنما إلى المنتج الإسرائيلي حتى نساند شعبنا وما يطلبه شعبنا ويناشدنا به. القانون وضع فيه مصلحة وطنية عليا، وأشار في بداياته في نصه الأول مكافحة المنتج ودعم السياسات الوطنية ودعم القيادي، وذكر القانون في بدايته دعم القيادي السياسي من خلال مكافحة هذه الجريمة. طيب. وعقوبتها تصل إلى
عشر سنوات فأكثر. يعني هناك شعور. هذا الجانب بدي أركز فيه معك أكثر برضو بعد ما نأخذ عزمي عبد الرحمن من وزارة الاقتصاد. بس بدي الآن أطلع بفاصل حسب سكريبت البرنامج اليوم، ونودع السيد خليل رزق رئيس غرفة تجارة رام الله اللي بنقول له شكرا لوجودك معنا اليوم. اليوم وجبة صغيرة، بس بعد هيك بدنا يعني نمضي لنا هيك نص نهار على الهواء أنا وياك، نحكي بشوية سواليف بهموم هالبلد وهي كثيرة يا سيدي. لكن إن شاء الله بنقول سحابة الصيف وتزول، ونلتقي معكم بعد الفاصل خمس دقائق ونرجع معكم بلف الرقم.